السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخي. اليوم وصفة تاع تنظيف جبارة سحرية، مكونات كامل عندكم في البيت كما راكم تشوفوا. نبدأ إن شاء الله على بركة الله في الوصفة. إذن نكملوا الوصفة متاعنا. إذن الوصفة اليوم اللي رايحة نقول لكم عليها هي وصفة جبارة، صح صح يعني عملاقة ضد هذا يعني لوغرا كامل. هذا يعني تتنحالك في رمش العين. بصح لي هذه الوصفة رايحة تحتاجي حبيبتي الخل الأبيض، ورايحة نحتاج اسمحوا لي شوية، عندي هنا صاشيات، وراح تحتاجي طبعا البيكربونات الصودا. انا بيكربونات الصودا يعني شوفي يعني شحال نشري، دائما نشري كيلو. علاه؟ باسكو يعني متعددة الاستعمالات، يعني فعلا نستعملها في كل شيء، سورتو في النظافة، في الاكل. على بالنا باللي يعني تعطي كيما نقولوا ليونة وهشاشة للعجينة نتاعنا فيما يخص الحلويات او المملحات او اي يعني مخبوزات. وثاني في التنظيف راح نستعملوها في عدة مجالات، التنظيف سورتو المستعصية، مام حتى تستأصل الرائحة الكريهة تحطيها في الشامبوان. وش هو الشامبوان؟ يعني الناس اللي تبعوا فينا، يعني حبيباتنا اللي تبعوا فينا من البلدان العربية، الشامبوان هو الغسول، او الغسول تاع الشعر. تحطي مغرفة منه، يعني راح وش نقول لك، ينظف لك الشعر تاعك وما يخليهش يدير الريحة ثمثم يا اخي. شتو سورتو في فصل الصيف، يعني ما تدوشي فعلا، يعني بعد يوم ماكسيموم في عشيتك يوم تبدا الريحه سي باسا. هذا ينحي لك الريحه اللي ماشي مليحه من الشعر. ثاني ويلوي يلين الشعر، هذه تحطي مغرفه تاع قهوه فقط كافيه في الشامبوان، كافيه 100% انها تبرق الشعر، تعطيه لمعان بريق وصحه وصحه للوجه. ثاني عنده عده استعمالات ان شاء الله نشوفوهم فيما بعد. اذا انا برك نعدت لكم يعني الوصفه وش راح يكون فيها. وراح يكون فيها ماء الجافيل طبعا، والخل كما قلنا، والبيكربونات الصودا. وعندي ثاني لكم تدبيره اخرى تخص يعني هذا، يعني ما منفضلكم يعني يو تاخذوا رايي كل وحده فيكم تحاول تتحصل على هذا يعني الشيتات او لي بروس او كيما حبيتوهم. نعطيكم ثاني الواش يعني فعلا يعني انا ديما نشري منهم، يعني هذو ثاني يجيو ثلاثه مع بعضهم، شريتهم عندي زمان ملي شريتهم، يعني فريمون تولهت قلت ولي ما لا منفيدش خواتاتي معايا ويستفيدوا معايا ان شاء الله ب ب ب ب يعني باستعمالاتها. من بعد نحكي لكم ان شاء الله على الاستعمالات نتاع هذا لي بروس. نبداو ان شاء الله الان في الوصفه، الوصفه الجباره ضد هذا لي تراس، ورايحه ندير امامكم. يعني انا هذا ثاني من بعد نقول لكم واش ندير به. انا ثاني قلت يعني نديروا مع بعض، يعني نشاركوا مع بعض هذا النوع تاع الوصفات خاطش يهمو اي مرة في البيت. نبداو ان شاء الله. عندك مثلا هذا حبيبتي تاع يعني علبة تاع غسيل الاواني، انا كنت يعني درت هذا الخليط، مي هاكي تشوفي بدا يخلص لي قلت نديرو معاكم مرة اخرى. واش ندير فيه هذا؟ ما نديرش فيه الماء المغلي خلاص تماما، الماء ما كانش. رايحة ندير كمية، يعني شوفي انتيا الكمية، مثلا ديري نص علبة، نصف علبة تكفيك. راح ندير كمية هنا من الخل الأبيض، على هاني درت حبيبتي كمية من الخل الأبيض. وهنا رايحة ندير مغرفة صغيرة تاع قهوة نتاع بيكربونات الصودا، عفوا مغرفة او مغرفتين، يعني مغرفة كبيرة، عفوا مغرفة كبيرة نتاع بيكربونات الصودا. اذا هنا برك حذاري على التفاعل. اذا ها هي المغرفة اللي راح نلوحها في هذا العلبة. فوالا
شوفوا التفاعل هنا ما تخافوش منه. علاش؟ لخاطش الخل يعني فعلا عنده هذه اللي تطيح هنايا ما تخافوش خليوها، ونحن نديرها هكا على كافة هذوك البقع الدهنية، فوالا على كافة البقع الدهنية. هنا حبيباتي مانيش راح نستعمل الماء تماما، راح نزيد برك نخليه حتى يركح شوية، ونزيد له شوية قطرة او قطرتين جبال. اذا راح ندهن هذا كامل. هنا ديروا جوست الخل وبيكربونات، فقط بيكربونات الصودا والخل. هنا خليتوها هياكي ارتاح شويه، راح نزيد له جافيل قطره واحده. وعندي ثاني وصفه اللي عندها حساسيه، ها قطره بزايد، والخليط نتاعي ها هياكي واجد. اذا ندير هنايا الخل مغرفة كبيرة نتاع البيكربونات الصودا، ما تنساوش ديما تكون في البيت. ورايحة ندير هنايا، عفوا فقط، رايحة ندير على الأماكن هذو، ونبدأ يعني أمامكم نبدأ نفرطي بشوية. ديجا دوك يبداو يتنحاو كامل، خليها شوي. شوف شوف، اذا هنايا مثلا هذه نبداو بهذه، ها هي كي شوفوا، يعني في دقيقه في رمشه عين، يعني هذا المكون السحري ماذا بيك حبيبتي ما تحطيش فيه الماء تماما، خليه هكذا. واللي خافت على يديها تقدر تلبس ليغون الكوانتي كما يقولوا، تلبسي لي ليغون تاعك حاجه ما تقيسك. فوالا راح نحكها امامكم. فوالا ديجا هذا الطرف، شوف هذا الطرف راح تنحى تماما. نزيد لكم من الماء، رائع. هذه يعني هذه التركيبه هايله، الخل والجافيل والبيكربونات الصودا، روعه روعه روعه، ترد لي البلا تاعي كوم نوف. ها شوفي حبيبتي، شوفي كان يعني كارثه بال يعني الدهنيات والسباكي هذوك، شوفوا تنحاو كامل. شوفي هذه مستعصيه يعني تماما، دوك دقيقه نحيها تولي كلش امامك حبيبتي، روعه روعه. تقدري حتى يعني من ضمن الاستعمالات تقدري تستعملي هذا الشيطة، تنحى تماما. شوفي شوفي شفتيه واش كان، شوفي واش ولا، يعني تقدري تنحيه حتى اللي استعصات عليك كيما هذه الصفورية، هذه في رمشة عين تتنحى ويرجع البلاط تاعك اللي يروح للفور تعطيبي فيه الخبز ولا الكاطو ولا اي حلويات اي مخبوزات، ورجع جديد كيما راهو. شوفي حبيبتي امامك، ها شوفي شوفي. اذا شوفي فوالا كل الجوانب، سورتو الجوانب هذو يعني فعلا اللي يلصق فيهم الدهن اكثر. ها هياكي نزيد نقلبو، شوفي حبيبتي امامك، ها هياكي مام كي تقلبي البلاط تاعك شوفي يعني الدهنيات كامله، السباكي هذوك شوفي كيفاه دايرين حاله هنايا. اذا نجيب الخلطه تاعي، ها هياكي هنا الى حبيتي يعني ان فابوريزاتور كيما هذا ديري هنايا، انا هذا خليتولك للوصفه الاخرى. شوفي نخليه شويه هكا مده دقائق كيما راكي تشوفي، ونبداو نحكوه. شوفي شوفي حبيبتي، شوفي بدون عناء بدون اي حاجه
تفكيهم وترجع روعة. البيكربونات والخل وشوية جافيل رائع. شوفي شوفي حبيبتي شوفي. اذا هنايا حطيت يعني نصف القارورة حطيتها ماء الخل. هنايا حبيبتي الى عندك يعني قارورة الفتحة تاعها كبيرة راح تكون احسن. يعني الى ما عندكش القارص او الليمون شرائح الليمون تقدري يعني تعوضي شرائح الليمون بحمض الليمون. حمض الليمون ثاني معروف عليه انه منظف رائع، ويا حبذا كون يزيد يتخلط مع الخل راح يعطيك يعني نتيجة تعقيم 100%، يعني لما قلت لكش 1000% هايله. اذا في نصف قاروره من الخل ما تستعمليش كامل الماء، نحط هذه الكميه من خل الليمون. الا ما عندكش خل الليمون استعملي الليمون، الا ما عندكش الليمون استعملي خل الليمون حمض الليمون عفوا. اذا راح نلوح هذه الكميه فوالا. هذه حبيبتي هنا كاين تفاعل طبعا، شوفي البخار كيف طلع. طبعا هذه مواد كيميائيه لكن ما تضرش، يعني باش تضرك انتيا هذه يعني خصوصا اللي عندها حساسيه من ماء الجافيل، يعني عندها يعني حساسيه الجافيل يضرها ولا يشوي لها يديها ولا تقدر. انا يعني مستعمل بزاف الجافيل حتى تكحل يدي. طبعا الجافيل ماشي مليح ديما ديما صح، هو معقم جدا يعني صراحه معقم، لكن يعني شوفي التفاعل حتى شوفي. اذا ما تقفليهاش ثمثم، لازم تحليها حتى تخلي التفاعل يتم تماما يروح باش تقدري تقفليها. هذه حبيبتي ما تخليهاش للضوء، اذا استعملتي يعني القاروره لازم تكون ظلمه كيما هذه، ما تستعمليهاش شفافه يعني تجلب الضوء، الاشعه تاع الشمس ولا الضوء ولا حتى الاشعه الضوئيه ماشي مليح ليها، فهمتيني. اذا هذه الخلطه معقمه 100%. نتمنى حبيبتي يكون فادك هذا الفيديو ولو بالقليل، هي نصائح يعني سهله بسيطه بصح تعطيك فعلا النتائج تاعها مبهره مبهره. هذه تستعمليه طبعا حبيبتي. اذا هنا انا ماذا بيا يكون حبس يعني التفاعل برك هذاك باش نقدر نقفل، باش ما باسكو الضغط كاينه لا بريسيون هنايا، الضغط يخلي الخل وحمض الليمون يخليه يتفاعلوا مع بعضه ويشكلوا كي شغل. هنا حبيبتي خليه يرتاح مده 3 أيام في الظلام، ماذا بيك هنا ما تخليهش للضوء. ومن بعد طبعا كيما هكا استعمليه، تعرف كيما هكا فوالا اون شيفونات هكذا فوالا هكذا. وانتيا يعني حبيبتي عقمتي السطح نتاعك. نتمنى يكون فادك هذا. ورائحة الخل يعني راهي تعقم طبعا، الخل قلت لك يعقم فعلا يعني يمد تعقيم هايل. اذا خليها ترتاح كيما هكذا. ونعت لك حبيبتي البلاط تاعنا اللي كنا غسلناه مع بعض، شوفي الله يبارك البلاط تاعنا اللي كنا غسلناه مع بعض وعقمناه، وبهذيك الخلطه نتاع الماء الجافيل والخل وبيكربونات الصودا، شوفي النتائج مبهره. شوفي لمعان نظافه، ما كانش يعني زغبه تاع مواد دهنيه هنا. وبلا ما ما تستعمليش حبيبتي الماء، واذا كان خفتي على يديك البسي ليليغون. شوفوا النتيجه ما شاء الله. اذا يعني بريق نظافة لمعان ما شاء الله. اذا حبيبتي هذا الوصفة ثاني اعتمديها في تعقيم الاسطح تاعك، يعني
استعمليها في اي مكان، انا قلت لك في باب بيت الراحه، في الحمام، الاسطح تاع المطبخ، الفور تاعك او الفرن تاعك، في كل الاستعمالات راهي رائعه ومجربه. انا يعني جربتها مع هذه، يعني خصوصا للناس اللي عندها حساسيه من ماء الجافيل. نتمنى حبيبتي يعني فادتك هذا لا فيديو، الى ان نلتقي في ان شاء الله في اعداد اخرى ويعني فيديوهات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.